الوهابية تعني اللامنهجية، تعني السلف المزيف، تعني صد الناس عن السلف الحقيقي الذي هو المذاهب الأربعة لسلف مزيف، تعني وضع نظارة ابن تيمية وحده لا شريك له لفهم الدين بأصوله وفروعه. الوهابية تعني انقطاع الإسناد، إذ لا إسناد لهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم تلك. الوهابية تعني فقد النور من الوجوه. الوهابية تعني عدم الأدب مع الله تعالى ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ثم مع أولياء الله. الوهابية تعني أن تكون في فتنة مع المسلمين، أن تكون مصدر شقاق حيثما حللت أو ارتحلت، فهذه هي الوهابية. نسأل الله تعالى أن يتوب على من تورط فيها.